بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتل ما لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
وقل الحق من ربكم فمن شاء وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منا منقلبا
وهي خاوية على عروشها
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا صدق الله.